تواصل مستمرة في أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين ميدان دستور في سن الحقائق، وانطلاقات الأشواط مستمرة بأداء جميل. ينطلق قبل قليل الشوط الثالث والعشرون في أشواط صباح هذا اليوم، وخاص بالإنتاج والمنتجين وخاص بالابكار الحقائق. مباشره اذهب الى المراكز الاولى ونسير مع المركز الاول. هناك مع المركز الاول، وهذه باروته تاتي بالمركز الاول. محمد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي تتصدر على المركز الاول، تليها في المركز الثاني قمره، تاتي في المركز الثاني علي بن حمد بن عبيد بن سيف الزعابي، ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. هناك دخول من الجانب الاخر، وهذه سراب لمحمد بن سيف بن محمد بن عصيان المنصوري، وصلت في هذه اللحظة. والظبي ايضا متواجدة لخالد بن صقر بن سالم الوهيبي على المركز الرابع والمركز الخامس، علي دخول من قبل تعزيز لفالح بن عبد الله بن مبارك الكتبي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، في هذا المسار، في هذا الانطلاق. لازال بن عمير مسيطر مع باروته محمد بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يسيطر على مقدمة الشوط، يقود هذا المسار. تلي في المركز الثاني، وتاتي سرابه في المركز الثاني. محمد بن سيف بن محمد بن عصيان المنصوري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تعزيز، وصلت تعزيز في هذه اللحظات، وفالح بن عبد الله بن مبارك الكتبي غيرت الى مقدمه الشوط. شوف هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، وصل بن منانه، وصل بن منانه مشاهدي العزاء، يا سلام الجذاب الجذابه. وسالم بن سعيد بن منانه تتقدم في هذه اللحظات، تاتي على المركز الرابع في هذا المسار وهذا اللقاء. التحديات الاخيره، جوله الاوامر، جولة الأوامر الأخيرة. يلا، لا زالت اللي في المركز الأول، لا زالت تعزيز فالح بن عبد الله بن مبارك الكتبي ياتي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني ليذاب لسالم بن سعيد بن منانه بدأت تنطلق إلى المركز الأول. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا وناموس سالم بن سعيد بن منانه على فوز اليذاب بالمركز الأول. المركز الثاني تعزيز، تأتي في المركز الثاني لفالح بن عبد الله بن مبارك الكتبي، والمركز الثالث المركز الثالث وصلت فيه سراب محمد بن سيف بن عصيان المنصوري، والمركز الرابع هذه جلمودة لمبارك بن بطحان بن قران المنصوري، الخامسة اللي هي لعمر بن عبد الله بن مطر الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لهذه الانطلاقات. نعود إلى التوقيت الزمني في مسافة 2 كيلو متر دقيقتين 58 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا للمتحدي سالم بن سعيد بن منانة على هذا الفوز بالمركز الأول ليذابه بأداء جميل. دقيقتين المركز الثاني، توقيتها دقيقتين 59 ثانية و3 أجزاء من الثانية، اللي قدم التنافس جميل اللي هي تعزيز. تهانينا لمالكها فالح بن عبد الله بن مبارك الكتبي، بينما المركز الثالث 3 دقائق و9 أجزاء من الثانية قدمت هذا التوقيت وحلت في المركز الثالث اللي هي سرابة محمد بن سيف بن محمد بن عصيان المنصوري. تهانينا لجميع الفائزين.